المشكل هو بادي مشحال هادي، وما هوش يعني حديث العهد. المشكل ربما انا في الصباح كنت بتواصل مع الناس وكنت معهم، لان كنا هذه راه دخلنا مع واحد الحمله النظافه كبيره في ديك المنطقه، لان فعلا هذيك نقطه سوداء، وجات حدا مؤسسات تعليميه ابتدائيه، وجات حدا واحد المجمع سكني، يعني حي كله فيه السكان. المشكل قديم من 2004 حسب ما حكاو لي الساكنه، وهما من 2014 هما كيدفعوا شكايات وعرائض على اساس يجيو يدخلوا حلوا لنا هذا المشكل بشكل جذري. التدخلات اللي كانت انا اللي كنعرف من العهد اللي حنا ولينا فيه كنسيروا هذه المقاطعه من 2015 حتى لدابا، كيكون تدخل دوري ديال انك تدخل الجرافه كتنظف الدنيا، كيحطوا لهم لي كيسون ديك البركاسات، كيجيبوا لهم الحاويات. غير هو مشكل كبير عندنا في سيدي مومن اللي هو كيأثر على كل شيء وعلى مستوى النظافه، هي سرقه الحاويات. كيتسرقوا لي باك، كيبقاو الناس كيرميو في الارض، كتكبر هذيك كيولي كيتلاح معاها حتى ديك حتى ديك النفايات اللي هي اللي كيقولوا لها الكرافا، يعني ديك مخلفات البناء. هذيك مخلفات البناء على فكره راه المواطن من حقه يحط واحد خمسه ديال الخنيشات ديال المخلفات البناء من دارو، وتجي الشركه تهزهم. هذه الشركه عندها دفتر التحملات انها تهز دوك المسائل، اما باش ملي كيوليك جبال ديال الكرافا راه حاليا راه متوقفه العمليه ديال ان هذه الشركه اللي مفوض لها حاليا اللي هي افيردا ممنوع عليها انها تهز الكرافا. اي قرار خاصو يكون كيصب في اتجاه المواطن سواء منعا او ايجابا، ولكن اللي كنلاحظوا على ان هذه الشركه ها هي كتخدم بدفتر تحملاتها القديم، ولكن راه التدني ديال خدمه النظافه راه كيشهد به القاسي قبل الداني، وبان في الدار البيضاء وبان وطنيا. ماشي حتى انا مشيت حتى من الناظور وشت افيردا في الناظور، وبان لي عندها اللي لي باك ديالها الحاويات كلهم مهترئين، ليفيكتيف اللي كيشطبوا لي بالايور قلال. شفت هذا الشيء لاحظت، ولقيتها هي نفس الشركه واخده حتى الناظور. فهنا فما بالك بالدار البيضاء اللي هي ضخمه، فما بالك بمقاطعه سيدي مومن اللي هي ثاني اكبر مقاطعه بعد الحي محمدي من ناحيه الجغرافيه والسكانيه. هي ما وصلت للمرحلة ديال يولي الدود يوصل حتى للديور والمؤسسات التعليمية ودخول الأقسام، حتى أنها تهملات. علاش تهملات؟ لأن هاد الشركة ما بقاش عندها الوسائل لي زونجين باش تخدم بالشكل المطلوب. عندها داكشي اللي عندها قليل وقليل جدا، ليفيكتيف قلال وقلال جدا. حنا درنا حنا وياهم واحد الحمله كبيره اللي توجد لها العيد بحضور الرئيس وعده اجتماعات يعني ماراطونيه باش نجحنا الفتره ديال العيد، لان كون ما كانش داك الاجتماعات وداكشي كون الفتره ديال العيد براسها العيد الاضحى وقع فيها هادشي ديال الدود في كل حي ماشي غير في حي واحد. فهذيك دازت فتره زاهره لان تطلق لهم الكرات، تعطاتهم فرصه انهم يكريو، وبالتالي كراو يعني كاميونات، كراو جرافات جداد، زادوا 50 عامل من عمال النظافه، فاذا بهم تغلبوا على المشكل ديال العيد الكبير. حاليا راهم رجعوا للشكل ديالهم العادي، وبالتالي كيبان لك على انهم راه غير موفقين. هذا الشيء كثير وكثير بزاف. حاليا راكم كتعرفوا على ان الملف ديال النظافه في الدار البيضاء كله الان راه كاين يعني كازا بريستاسيون او شركه التنميه المحليه هي اللي كتدير هذه المرحله ديال توقف الشركات عن خدمه النظافه في الدار البيضاء. علاش؟ لان افيردا حنا كنعرفوا على انها خرجت لها واحد يعني واحد الغرامه كبيره تكاد تصل الى مليار و600 مليون ديال الدائره بسبب هذه الخدمه هذه اللي هي كتاديها. طبيعه الحال حنا دايرين جروب الواتساب ديال كنستقبلوا شكايات المواطنين، الشكايات في تزايد وليس في تناقص، وهذا مؤشر على ان الخدمات متدنيه. مادام الشكايات مازال كترتفع اذا ما كاين شيء. حنا كنديروا معاهم اجتماعات يلاه باش ما نوصلوش لهذه الحاله اللي وصلها بنو زيدون، ولكن رغم ذلك وصلنا لها. هي هو دابا مشيتي لهذيك البلاصه وشفتي هذاك المكان وزرتيه، تلقى على ان بكثرة ما بقات كتجي الجرافه وكتهز ديك الازبال، هزت معها حتى تراب، ولات حفره. هذيك الحفره مع مرور الايام كيولي يتجمع فيها الماء
ويتجمع فيها هذيك الملاسين ويجمع فيها هذيك ديك العصاره ديال النفايات اللي مع المده ومع هاد الحراره اللي كنعيشوا هاد الايام ولدت هذيك البكتيريا ولدت هذيك الديدان. هي لو تعهدت بالشكل المطلوب ما غنوصلوش لديك الحاله، ولكن كان واحد التراخي على هذيك النقطه بالذات، والناس راها في شكايه مستمره، الناس كتشكي بالليل والنهار من هذيك النقطة ديال بنو زيدون باش أنها تعالج وتلقى لها حل جذري. هو يعني كل نقمة في طيها نعمة. هذا الصداع اللي ناض دابا وهاد الاحتجاجات وهاد الاحتقان الساكنة اللي من حقهم، لأن هذاك الشيء اللي وصلوا ليه واللي عاشوه راه غير معقول. هو يعني الناس كتسأل فين الخلل في الشركة، في المجلس اللي كيسير، في المراقبين، في المسؤولين، فين احنا؟ ولكن راه كل شيء مسؤول على النظافة. النظافة راه إنتاج مشترك، خاص يكون فيها المواطن والشركة المفوض لها والمجلس اللي كيتبع. احنا كمجلس كنتابعوا هاد المسائل هذه، ولكن الشركه عندها الياتها ديال التتبع. احنا حتى حنا خدينا اليات ديال التتبع ديالنا وحنا، لان السيد العمده فوض لجميع رؤساء المقاطعات تتبع ملف النظافه. بطبيعه الحال التتبع خصو اليات باش ينجح وخصو برمجه. حنا كنديروا لقاءات دوريه واسبوعيه مع المسؤولين ديال الشركه في هاد في سيدي مؤمن، والمواطن خدا زمام الامور وعلى راسهم النساء. وهنا تحيه للمراه المغربيه عفريتها، ملي كتمشي لاي شيء كتركز فيه كيكون موفق وكتعطي حلول جذريه ويعني ملمه حتى بالتفاصيل، وهذا ما ينجح هذيك الرؤيه ديالها. جاو السيدات كيحتجوا في الاخر، قال لك حنا شوف حنا هاد الخدمه ديال لي باك ما كناش باغينها، الحاويات معنا ما نديرو بهم، حيدوهم لنا وعطيونا الخدمه ديال بورتا بورت، يدوز عندنا الكاميو بحال ديك الطريقه القديمه. تقترح المقترح على الشركه رحبت به. الناس محتاقنا، الناس غضبانه لواحد المستوى لا يتصور.